كيفكم يا أصدقائي؟ طلبتوا مني أشرح لكم عمر النصف أو الهاف لايف. هلا رح أشرح لكم إياها بطريقة سهلة تضلوا متذكرينها على طول. رح أبلش أول شي معكم بشو معنى عمر النصف. هلا عمر النصف في الكيمياء معناه مقدار الوقت اللازم لكمية من مادة نشيطة إشعاعيا، هاي بنسميها راديو أكتيف أيزوتوب، مش أي مادة ومش أي أيزوتوب، لتنخفض للنصف. يعني هاي الكمية بتكون كمية كبيرة بتصير النص، هذا الوقت عشان تصير نصها بنسميه عمر النصف أو الهاف لايف. أعطيكم مثال سريع عليها. مثلا أنا في عندي نوع من أنواع الأيزوتوبس أو الراديو أكتيف أيزوتوبس، عندي هيدروجين 3، هو هذا الماس نمبر لإله، هذا أيزوتوب كثير هو راديو أكتيف يعني بيطلع إشعاعات. هذا رح يتحول لهيليوم 3. طيب إذا أنا عندي 100 جرام من هذا الهيدروجين، رح عشان يعني عمر النصف عشان يتحول للهيليوم، شوفوا كيف بعد عمر معين بصير 50 جرام يعني نصه، بعد كمان مرة عمر معين بصير نص هذا يعني كمان 50 جرام. 50 جرام هاي هي الكمية المتبقية من الهيدروجين، والخمسة وعشرين كمان هي الكمية المتبقية منه، الباقي شو صار؟ اتحول. هاي هي فكرة الايزوتوب، الراديو اكتيف ايزوتوبس. طيب شوفوا هذا المثال او شوفوا هذا الشارت اللي عندي، يمكن انتوا هيك بتشوفوا كتير في الاسئلة اللي عندكم. هون على الاكس اكسس بنحط عمر النصف، وهون الكمية المتبقية. شوفوا إذا أنا عندي 100% الكمية يعني التايم أو الوقت حيكون زيرو، ما بلشنا. تنتبهوا منيح على قديش نزلت، وصلت للنص، شوفوا 50 هاي نصها. إذا أنا في عمر النصف ما بحط تي تساوي نص، لا، تي النص يعني عمر النصف تساوي قديه. أنا هون عندي التايم بكون محدد، بتشوفوه فرضا كان 12.5، خلينا نحكي مثال 12.5 years يعني سنوات، هي هذا عمر النصف. شوفوا انتبهوا كمان، عمر النصف وعمر النصف نفس المسافة لازم يكون، هذا هو عبارة عن نص هذا. كيف تتأكدوا؟ 50 نص 25، يعني بعد كمان 12.5 ونص هير صار كمان هذا النص. يعني أنا هون قديش مشيت؟ 12.5 زائد 12.5 هي 25، لهون وصلت 25 سنة، كمان 12.5 وصلنا كمان للنص. يعني كل زمن معين لازم يكون معين، اللي هو هذا اسمه عمر النصف، تنزل الكمية لنصها بالجرامات. هاي بحسبها بشكل عام، بحسبها بالجرامات. طيب هلأ خلينا ناخد القانون اللي أنا بستعمله عشان أحسب عمر النصف. هذا القانون كمان هيك قانون بسيط، بدي إياكم تحفظوه. amount remaining يعني الكمية المتبقية، يعني أنا من الآخر بحسب قديه عندي كمية متبقية من المادة اللي عندي. initial amount هي الكمية البدائية اللي أنا بلشت فيها، بتكون دائما معطاة من السؤال. عشان أحسب قديه عندي كمية متبقية، الكمية اللي عندي ضرب نص لقوة N. N هي عدد أنصاف الحياة، يعني أكم مرة صار عمر النصف. يعني شوفوا مثال هون، إذا أنا قلت لكم بدي أوصل لخمسة وعشرين، أكم مرة صار نص؟ هون عندي بدي أوصل لخمسة وعشرين، هاي 25 يعني لهون بدي أوصل، هاي مرة مرتين، فهون بحطها تنين. عرفتوا عدد أنصاف الحياة. هلا ناخذ مثال، شوفوا هذا السؤال، بس ارفعهم هيك شويه. half life of titanium، titanium 44. دائما الايزوتوبس الراديو اكتف بنحط جنبهم الكتله is 60 years. شفتوا يعني هذه الهاف لايف، يعني انا عمر النص تي الهاف، هيو عطانية. عندي سامبل، عندي كمية أو عينة فيها 0.6 جرامز من هذا التيتانيوم. إذا هاي الكمية البدائية اللي أنا عندي إياها.
قديش بضل عندي أو قديش هي الكمية المتبقية بعد 240 سنة. أعطيتكم الهاف لايف وأعطيتكم أنا قديش بدي بعد 240 سنة. يعني أنا بعرف قديش الهاف لايف اللي هو 60، طب أكم نص حياة بطلع عندي عشان أوصل لل240؟ فسهلة، بحط على جنب 240 تقسيم 60 بطلع مع الجواب 4، يعني بعد 4 أنصاف حياة، يعني عدد أنصاف الحياة هون بهذا السؤال هي 4. طيب فبكتب القانون هيو وبحل عليه. الكمية المتبقية اللي هي عندي قد ايه راح تطلع الكمية المتبقية؟ الكمية البدائية 0.6 ضرب نص للقوة 2 اللي هي عدد أنصاف الحياة للقوة 4، 4 مش 2، ف0.6 ضرب 1 للقوة 4، 1 على 2 للقوة 4، 16. على الآلة الحاسبة بيطلع عندي الجواب 0.03755 جرامز. يعني هالقد بيطلع عندي كمية متبقية هيها بعد 240 سنة. طيب هون كان السؤال سهل لأنه أنا حكيت لكم أو لأنه طلع عندي هذا العدد N عدد كامل. طب إذا ما كان رقم كامل هيك مثل هيك، إذا كان في كسور أنا ما بقدر أستعمل هذا القانون، فبستعمل قانون تاني اللي هو هذا. شوفوا إذا ما كان عندي الN عدد كامل فبستعمل هذا القانون، بقدر أستعمله في الشقتين اللي هو عدد الكمية المتبقية كمية بدائية في E على الكالكوليتر لقوة، هلا هذه كلياتها القوة ناقص يعني متناقص الكمية 0.693 ضرب تي، هذا الوقت التي العمر اللي أنا بعطيك إياه في أي زمن هذا التي على عمر النص. طيب كيف يعني أعطيكم مثال؟ بس نفس هذا المثال بس بغير، بدل بعد 240 سنة بدي أحط لكم بعد 100 سنة. الكمية البدائية من السؤال 0.6 ضرب إي على الكالكوليتر اللي هي ناتشورال لوغاريتم لقوة، شوفوا سالب 0.693 ضرب العمر في أي زمن. أنا أعطيتكم إياه هيو 60، هذا 60 عمر النصف، العمر في أي زمن هذا أنا أعطيتكم إياه 100 سنة بعد 100، يعني ضرب 100 على عمر النصف اللي هو 60. بس على الآلة الحاسبة بيطلع عندي الجواب النهائي 0.189 جرامات من هاي السامبل اللي عندي. هلأ شوفوا هذا السؤال، عمر النصف معروف، كم سنة تستغرق كمية 5 جرام من التيتانيوم للإضمحلال، الإضمحلال يعني ديكي، عشان تصير 0.6 جرام؟ يعني هون إحنا بدنا نحسب كم سنة، نفس القانون اللي هو تاع الكمية المتبقية remaining أو الكمية المتبقية تساوي الكمية البدائية اللي هي initial amount ضرب نص للقوة N. أنا شو بدي أعمل؟ الكمية المتبقية هيها عشان تصير 0.6، 0.6 تساوي الكمية الأساسية اللي أنا بلشت فيها هيها 5 جرام، 5 جرام في نص لقوة N. N هي عدد مرات الأنصاف، فأنا بعرف النص الواحد فبطلع كم مرة نص وبضربها في 60. هل عشان أحل هيك معادلة 0.6 تساوي 1 قوة N، يعني 1 ضرب 5 على 2 قوة N، بخليها نفس ما هي 2 قوة N. هلأ بودي هاي هناك 2 قوة N تساوي 5، وهاي ضرب 0.6 هيها نفسها
بقسم الطرفين 0.6 على 0.6، هذه بتروح مع هاي، هاي بتطلع 8.33 تنين قوة ان. هلا هون الفكرة، انا لما يكون في عندي تنين لقوة عشان اتخلص من هذا الاس برفعه للوج، يعني بحط لوج لإله، واذا حطيت لوج للطرف لازم احط لوج للطرف الثاني. هاي لوج، لوج التنين قوة ان، بتروح هاي الان بتصير ضرب، يعني ان ضرب لوج التنين، سو ان ضرب لوج تنين تساوي لوج 8.3. ما ضل علينا الا نستعمل كالكوليتر، لوج التنين تطلع 0.3 ضرب ان تساوي، هون بطلع عندي 0.92، بقسم الطرفين 0.3 على 0.3، تطلع عندي ان اللي هي عدد مرات الانصاف 3، تلت انصاف مش 3 سنوات، تلت انصاف. برجع انا عندي عمر النصف بالسؤال هو 60، اذا 3 ضرب 60 هذا اخر اشي، 3 ضرب 60 يعني 180 سنة بحتاج عشان توصل من 5 ل 0.6. الاخر اشي بدي احكيه، اذا اعطوكم مخطط مثل هيك هذا first order reaction، يعني اذا كان له علاقة بقانون التفاعل، الكمية المتبقية والزمن، عين او فرجيني وين عمر النصف، ما بتتفرجوا على الزمن، بتروحوا على الكمية، هاي بتبلشوا من فوق مو من تحت، هلأ من فوق الكمية كاملة، مثلا كانت 100 هون 100 جرام، بتروحوا بتنزلوا بتشوفوا شو نص الرقم هذا، نصه فرضا هاي نصها، هيو نصها 50، بعدين بروح على المخطط اللي عندي، بنزل على الاكس اكسس وبشوف هون قد ايه طلع عندي الزمن، هذا الزمن هو عمر النصف اللي انا بحتاجه. اذا بدكم كمان توضيحات للريت لو وليش عمر النصف هو من الفيرست اوردر رياكشن، ابعتولي في الكومنتات.